أربع شلاشين. رجع لكم مرة ثانية، أي أحد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بها معنا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، أهلا وسهلا بيكم. وكمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. هاردة فريدة مبسوطة منشكحة عاملة أكل سي فود، أول ما رجعنا دلوقتي هتعملها ووو كده بقى، مش سهلة. كبار أفير ازيك يا شريف؟ أخبارك عامل إيه؟ كله حلو؟ كله الحمد لله. تعبتي من الكمامة أنا عارف. بس معلش أحسن أحسن. أنا أكتر واحد فيكم بيلبسها أنا عشان أنا بعمل كذا حلقة ورا بعض، بقعد بالثمان تسع ساعات لابس كمامات ورا بعض. الله يكون في عونك زي الدكاترة. شقيان شقيان سنيجي إيه جنب الدكاترة مصر، ربنا يكون في عونهم. ربنا يديهم الصحة يا رب. طب النهاردة شكل السؤال فرح حلو قوي، إيه بقى؟ بص بقى، النهاردة هنعمل ثلاث حاجات حلوين قوي. هنعمل مكرونة بالصوص، هنستخدم فيه الأنشوجة، وهنعمل سمك بانيه بس بنوع من المقرمشات بكونفليكس. والجلاش هنعمله بسي فود مشكل كده، وهنعمل فيه صوص لطيف جدا مختلف برضه. اوكي، كلهم احلى من بعض. عايز تبتدي بايه؟ نبتدي بالمكرونه. يلا بينا. مكرونه، مقادير المكرونه يا اولاد اتفضلوا. اول حاجه عندنا مكرونه مسلوقه اي شكل انتوا عايزينه. عندنا علبه انشوجه، طماطم عاملينها كونكاسيه، هقول طريقتها واحنا بنشتغل. معلقه كبيره صلصه طماطم، زيت نباتي، زيتون اسود مخلي، كابر اللي هو نوع من انواع المخللات، ريحان فريش، جبنه بارميجان، ورق لورا، ثوم مفروم، بصل مفروم، ملح وفلفل اسود. طيب احنا الحاجات دي فيها حاجات الناس مش عارفاها، فاحنا هنشرحها للناس. أوكي. الانشوجه ده نوع من السمك المعلب، بيبقى في برطمانات صغيره كده. للي مش هيلاقيه ممكن يحط سردين مثلا، ممكن يحط ايه؟ ممكن يبدلها بتونه، بس هيبقى طعمه مختلف. لان هو حادق شويه او مملح قوي. حادق كتير. طيب ايه كمان؟ ايه تاني؟ الكابر ده اللي هو حبوب الخردل المخلله، ممكن تستغنوا عنها خالص في الوصفه، هي مش اساسيه خالص. ايه تاني يا شريف؟ مفيش حاجه تانيه مش معروفه. اول حاجه هعملها والجبنه البارميزان دي ممكن يحطوا بدلها جبنه رومي. اوكي، يعني لو مفيش خالص مش لازم، يعني لو عايزين طعم جبنه فيها ممكن روم. ننزل ايه؟ طعمين مختلفين. تجيب ايه بقى؟ هنحط شويه زيت صغيرين. زيتون ولا عادي؟ عادي. اوكي، ادي الزيت بتاعنا اهوت. بس حلو قوي كده. عليهم بصل مفروم، وفي الوقت ده ممكن نفرم الطماطم. هقلبها بس تقلبتين، بعد كده هنزل عليه الانشوجه بالزيت بتاعها. اوريهم. استني احط هنا. بصوا بقى شكل الانشوجه اهي. الكاميرا فوق كده. بزيتها. هتحطيها بزيتها صح؟ يلا بحالها حتت. هي بقى هتتفتفت خالص. بحبها قوي على البيتزا. تحفه بتبقى تحفه. انت عايز انت ما شرحتيش ايه هي الطماطم الكونكاسي. هشرحها حالا. انا غليت ميه وعملت علامة إكس كده من فوق الطماطم، وحطيت في المية المغلية دي الطماطم وقفلت عليها لمدة دقيقة أو اتنين. خلاص، بعد كده شلتها، قشرت القشرة بتاعتها وسبتها. المهم إن أنا مش بغليها في المية، أنا بغلي المية الأول وأطفي عليها وبعدين أعمل القصة دي. بس عايزة تحطيها في الكبة؟ هنفرم. طب خليني بس نقول لكم، النهاردة عندنا هاند بلندر تورنيدو 1000 وات، سرعة واحدة زائد سرعة متقطعة. محضر طعام هنا هوت في سعة 1.5 لتر مع أسلحة تقطيع والبشر، ومضرب معاه هنا كمان مضرب بيض من الستانلس ستيل، والكاس البلاستيك. يعني ممكن نعمل بيه حاجات كتيرة قوي من تورنيدو. هنستخدمه دلوقتي مع فريدة. اوكي، هنفرم بيه الطماطم. هتفرم بيه احلى صوص طماطم للمكرونة لما يتعمل بالطماطم الفريش. حاجة طعم مختلف تماما يا شريف. اوكي ماشي، انا مش عارف انا فكيت ده ليه، بس ايه تشوفي. عايز نستخدم ايه فيهم؟ نستخدم ده صح؟ اوكي، اقطع لك الطماطم اصغر؟ لا 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 لا، ايه يعني؟ اوكي، هي طرية جدا عامة. هنا في كمان قاعدة، في القاعدة بتاعته بلاستيك، فيها تحت كاوتش علشان ما يقعدش يجري على الرخامة دي. في شويه كده تفاصيل بتفرق. انت عايزاني كل الطماطم دي اعملها؟ عايزها بميتها ولا من غير ميتها؟ خلي الميه على جنب، نزود بيها الصوص. اوكي، مش هتفرق يعني، لو عندك مكان ممكن تحطها بالميه. انا عندي مكان الميه. خلاص أوكي. اوكي انا هنا فتفت الانشوجه مع البصل
الفكره انه هتحسوا بطعم صوص مختلف بس مش هتعرفوا ايه اللي جوه ده، يعني طيب مش هتحسوا ده الاول. يلا بينا. اوكي يلا بينا. اوكي تمام. مش عايزها متفتفته قوي؟ اهو حلو جدا كده. ممكن برضو اوريكي حاجه ثانيه؟ وريني اللي انت عايزه. هي كده بقت صلصه خالص. بصوا برضو ده ممكن نستخدمه ازاي لو عايزين برضو، كان ممكن نعملها هنا اهو في ده، نحطها هنا اهو اهي. ممكن بقى ادي لك ايه معلقه الثوم دي. لا انا عايز بس اوري الناس حاجه ثانيه، عايز اوريهم سلاح ثاني بنستخدمه. اوكي اهي امسكها كده اهي. بصوا دي بقى للعصاير اكتر، لو يعني عايزين ايه نخليها تبقى اكتر اهي، نخليها صوص خالص. سهلة وسريعة يا شريف جدا. ثواني. يعني دي من الحاجات اللي بجد ست البيت ما تستغناش عنها خالص. في المطبخ. بتعمل حاجات كتير قوي. بس وساعات تعملوا بيها الشوربة على النار، يعني بتساعد قوي. ده حقيقي. لو حاجة عايزين تهرسوها يعني على النار. طيب. بس عايز طبق. لا أنت لو عايزة تاخديها خلاص. خلاص ريدي. أوكي. أنا هنا خلاص فتفت الأنشوجة كويس مع البصل وتحمر التحميرة اللي أنا عايزاها، خد بس لون كده مصفر سنة أهو. دلوقتي هنزل بصوص الطماطم اللي احنا قلنا طريقته، وعليه على طول الثوم، أنا ما بحمرش الثوم مع البصل يعني. تمام؟ وهنقلب. دلوقتي هحط ورق لورا. هتجنن. فظيعة. ورقة لورا أو اتنين أهو الصوص، وعليها جبنة، معلقة شوية من الريحان الفريش كده، وفي الآخر خالص هبقى أزود، وممكن أحط معلقة صلصة الطماطم عشان اللون أهي بس كده. وهستنى بقى. هنا بقى هتبلها بشوية فلفل أسود، مش هزود قوي ملح أولا عشان الأنشوجة، ثانيا عشان إحنا مستخدمين زيتون مخلل والكابر ده، وسنة صغيرة قوي ملح كده رشة. وهما عامة بيستخدموا الشريف الجبنة البارميجان دي زي الملح، وما بيزودوش ملح. مش معقولة يا جمال الريحة، مش ممكن. فظيعة فظيعة. وهبقى أزين بالباقي. خلاص هتغلي الغلوة بتاعتها، بعد كده هحط عليها المكرونة والمخللات دي. وحطيهم بقى يا جدي. خلاص. اوكي. هي المكرونة. السباكيتي اسمها ايه؟ سباجيتي المسلوقة. مسلوقة. ونقلبها. سلقينها طبعا سلقه بس فيها زي عضه خفيفه كده. ثلاث ارباع سوا. ثلاث ارباع سوا. ممكن احط الزيتون. حالا اهو. الله. والكبر. دي هنقدمها مع فراخ بانيه. السمك البانيه. سمك سوري انا اسف. بالكورن فليكس. هو ممكن يبقى سمك ممكن يبقى فراخ. صح. يعني يعني موضوع الانشوجه ده مش ما بتحسوش بزفاره سمك فيه خالص. خلاص هيبقى حلو قوي برضه يا شريف مع الفراخ. انا معجب قوي بالبتاع اللي انت عامله ده. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ شويه ريحان كده بقى اخر حاجه. سيبيها بقى على النار. يلا طيب. يلا نبتدي نخش نقول على مقادير السمك. حالا اول حاجه عندنا سمك فيليه قشر بياض، مقطعين الفيليه ده على اتنين. عندنا صويا صوص، عندنا قرمشات مطحونه اللي احنا قلنا عليها كورن فليكس، عندنا معلقتين بقسماط مطحون، بيض، جنزبيل مطحون، ثوم مفروم، ملح وفلفل، عصير ليمون، كمون، دقيق، وزيت للقلي بس كده. يلا يلا بينا. اول حاجه هعملها، ركزوا بقى في التكنيك بتاعها. انا بس هحتاج منديل، هنشف السمك خالص من اي ميه علشان ما يعملش اي ريحه زفاره او اي حاجه كده. هشيل دي، هجيب بوله ثانيه اهي. نشفنا السمك من اي ميه. تمام كده. اخر واحده. كل الميه بقى اللي كانت تحت دي زياده ملهاش اي لازمه. ده في اي حاجه بتعملوها بروتينات، يعني فراخ سمك لحمه. خلاص هعمل ايه بقى التتبيله؟ شويه من الصويا صوص كده كفايه قوي، وشويه من الثوم المفروم كده، وجنزبيل مطحون فريش
او مفروم يعني فريش. ده اختياري كمون، نحطه ولا بلاش؟ بلاش. طيب انا معاك جدا. فلفل اسود، اضرب لك البيض ده، وسنه ملح. ماشي، سنه صغيره عشان ايه؟ صويا صوص، وخصوصا اللايت بتبقى حادقه اكتر من الغامقه. وده اللايت خلاص. وهسيب بقى ده في التتبيله شويه كده، احط بس عصره ليمون بس كده، كفايه. تتبيله سهله، سيبوها في التتبيله نص ساعه مثلا عشان تشرب الطعم، وبعد كده ابتدوا اعملوا في الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. نحط الدقيق في الطبق ده هنا اهو. وبعدين الطبق الثاني بقى احط فيه الكورن فليكس والبقسماط ده اهو. ده طحناه على بعض. ده الكورن فليكس، عليه معلقه او معلقتين من البقسماط. اقلبهم اخلطهم. ماشي، هنا بقى هنغسل ايدي واقصص ضوافري. دي اهم حاجه طبعا. حطيت السمك يا شريف كده في الدقيق، حاجه بسيطه يعني. بعد كده هحطه في البيض. اخد الثاني. ادي الثانيه، اخر واحده كده. المفروض تخش في الفريزر شويه صح؟ ممكن تدخل نص ساعه عشان ما تفكش خالص. كده هقلبها في البيض، وبعد كده هحط على طول هنا بالايد اللي انا عملت بيها كل الحاجات السايله كده، وبعدين بالايد الناشفه خالص هبتدي احط عليها الخليط ده كده. هنا دول خلاص؟ كده تمام جدا. هدوس بس كده عليها عشان الكورن فليكس يلزق كده. ادي اول واحده، احطها في الزيت. ماشي، هي المفروض ندخلها الفريزر شويه عشان تعظم. ما تفكش خالص مننا. اوبا، بس ان شاء الله مش هتفك. ايه الحلاوه دي؟ النهارده ريحه الاكل بجد حبيبي. دي بقى تطلع نروح غرفين معاها المكرونه بالصوص. بالظبط كده. سوري. ولا يهمك، عادي. ده السمكيه نفسها. خلي بالكوا دي ما بتقعدش كتير في الزيت. السمك عموما مش بياخد وقت طويل في السوى. بس كده احنا تمام جدا. ما تهروش السمك لو سمحتوا، عشان القيمه الغذائيه اللي في السمك ما تروحش. ارجوكم. هقلب كده. هي تقليبه واحده بس، دي بس خدت لون زياده عشان الزيت كان سخن، بس مش مشكله. بصي بقى، انا رايي بعد ما نطلعها وهي سخنه نحط عليها جبنه بارميزان وندخلها الفرن ثواني. تبقى حلوه جدا. ايه رايك؟ هتبقى تحفه. نعمل كده لو عايز. هي كده هاتي لي كده الجبنه. انت عندك حته كمان؟ هشيل لك كل الحاجات بقى الفتاتيك اللي هنا دي. بصوا بقى، نطلعها اهي دي كده استوت. نحطها بس في حاجه ورق. عشان يشرب الزيت بس. يشرب الزيت. تجنن. ثانيه واحده بقى، هقول لكم حاجه. هحطها بس في صينية تانية. وانا هشوف لك دي اهي كده. لسه ما طلعتش. خليها دقيقة واحدة. وممكن كمان دي مع صوص تارتار تبقى تجنن. اللي بالمايونيز. بالمايونيز. بصوا اهي دي كده، هنحطها كده اهي. دي كمان خلاص تمام. فاهم عنه. هتشيلي مسافة. حاضر. بس خلاص. الله. تجنن. يا فريدة. وصوص الباستا ده رهيب. هي دي كده. كده دي اتشوحت تماما. اهي. جبت لي الجبنة؟ اهي حلو. اهي. نشيل بقى دي. طيب هات. تشرب الزيت. تشرب الزيت بالظبط. وريني بقى ده. شوية جبنة بقى ايه؟ جبنة رومي، جبنة بارميزان. ايه ده؟
بيمشي لوحده. بص السمك بيعوم. وبعدين ناخد دي برضو. ممكن تحطوا اي نوع جبنه؟ اي جبنه عشان الجبنه اللي هي جايباها دي غاليه شويه، فانت ممكن تحطوا اي. عارف اكتشفت ان في منها مصري والله؟ اه يعني بيدي قريب قوي من الطعم الغالي قوي. دخلها دقيقه بس كده، دقيقه في الفرن. يا سلام. طيب هذه المناسبه انت معاك اغنيه، يلا بينا. خلاص انت جاهزه؟ انا جاهزه. طيب كده بس خلينا نفكر الناس عملنا ايه في الاول. عملنا المكرونه بصوص الانشوجه، وعملنا السمك بالكورن فليكس. اوكي، بعد الفصل هنعمل ايه؟ هنعمل الجلاش اللي بالمأكولات البحريه. الجلاش بالمأكولات البحريه. خلينا دلوقتي نسمع اغنيه من اغاني الشحروره ست صباح الله يرحمها، وهتغني لنا دلوقتي لاميا اغنيه يانا يانا. صح؟ جاهزه؟ جاهزه. يلا مزيكا. ما قلتيش واو ليه؟ عملتها والله، بس ما طلعتش صوت جامد. قلتي الربع كل سنه وهي طيبه؟ اه طبعا. عشان عيد ميلادها؟ اه طبعا. تمت 32 سنه. كل سنه وانتي طيبه يا روبي. يا ربي السنه الجايه اشوفك في الكوشه يا ربا. ان شاء الله. ان شاء الله كده. اشوفك ان شاء الله السنه الجايه في الكوشه انتي ودعاء اللي بتصورني دلوقتي. افرح بيكوا كده وامشي في زفتكم ان شاء الله واقعد ازغرط. وقول يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك اللي هتتجوز روبا. يا عيني عليك، ده انت هتشوف ايام زي العسل. ويا عيني عليك اللي هتتجوز دعاء اللي بتصورني دلوقتي، برضه هتشوف ايام زي العسل. الجوز دول اصل انا بعزهم معزه خاصه جدا. بصي قاعده على الكاميرا ازاي وانا ابتسامه باينه وخلاص. اه ما فيش ابتسامه باينه بالبتاع اللي احنا لابسينه ده. انا بعرفها خلاص يا شريف بالعين. اه عينيها قفلت. طب احنا هنعمل ايه بهذه المناسبه بقى بما ان الاثنين هيتجوزوا قريب ان شاء الله؟ يلا نعمل لهم بقى جلاش بالسي فود. يلا. اول حاجه نقول مقادير. يلا قولي بقى. عندنا مأكولات بحريه مشكله اللي هي ايه؟ جمبري، كاليماري، صوابع كابوريا مدخنه مقطعينها صغير، ذره حلوه، جلاش مقطعينه مربعات، سمنه، جبنه كريمي، جبنه تشادر مبشوره، بصل مفروم، مايونيز، مستورده، ملح وفلفل، فلفل الوان مقطع مقطعينه مربعات صغيره، ثوم مفروم، شبت. بس خلاص كده. اول حاجه هعملها هعمل الحشوه اللي هعمل بيها الجلاش. احط معلقه زيت عليها، بصل وعليها الفلفل الرومي المقطع صغير كده. انا كل ده حطاه كده في جنب، وهاخد السي فود في الجنب التاني كده. مش عايزه ده ولا خلاص؟ آه لا خلاص كميه تمام.
كده من غير الميه زي ما قلنا، وابتدي اقلب عليهم رشه من الفلفل الاسود ورشه ملح، بس مش هزوده قوي عشان عندنا جبن. تمام تمام، وهقلب كله مع بعض. اوكي، طب يستوي في ثواني؟ اه، كل ده كل المأكولات البحريه بتستوي بسرعه جدا. هاخد الثوم المفروم كده معاه، هنرش كويس. ده السمنه اللي هنعمل بيها الجلاش. خلاص، ممكن ناخد المستردة معلقه كده، وناخد شويه من الشبت اقلب ونقلب. ماشي، لغايه ما تحضري الجلاش بتاعك. احضر بقى الجلاش. في حاجه ثانيه هتحطيها هنا؟ في الاخر خالص بقى هحط كل الحاجات دي. ماشي، اللي هي المايونيز والجبن والذره. حضري بقى انت الجلاش بتاعك كده وقولي لنا بتعملي ايه فيه. طيب، انا هنا جبت الجلاش وقطعته مربعات صغيره زي ما احنا شايفين كده، دي كده اهو. اوكي، خلاص. هجيب شوية سمنة أو زيت أو زبدة، أي حاجة ندوبها، وبعدين هحط الجلاش كده زي الكب في صينية كب كيك كده، وبعدين أجيب سمنة تاني وأدهن ما بين الطبقة والتانية كده أهو. بس هنعملها بالعكس عشان يطلع شكلها حلو كده. بتدهني بقى بينهم؟ ها؟ اه، بينهم كده. انا هنا عملت طبقتين، هعمل واحدة كمان وخلاص، هي ثلاث طبقات بس كده. احط ايه هنا بقى؟ هنا بقى هننزل الجبنة الكريمي. ممكن كلها صح؟ خلاص يا شريف. اه، افضل الله. دي جبنة كريمي مدخنة حلوة قوي. وبعديها؟ وبعدين هنحط عليها الذرة الحلو والمايونيز. ذرة حلو كده والمايونيز اهو. عملنا واحدة، نعمل واحدة كمان؟ اه ماشي اهو كده. ريحة تجنن، حاجة عبقرية. بعد كده في حاجة تانية هتحط؟ بعد كده آخر حاجة خالص هنحطها على الوش، الجبنة التانية اللي هي الشيدر المفروم. ادي بين الطبقة والتانية جبنة الشيدر دي. والبابريكا دي للتزيين في الآخر. وده هنحط جزء. اه ماشي، يبقى احنا كده ممكن ننزل بالجبنه. انا قفلت النار اهي. ادي الطبقه الثالثه الاخيره. عايزين تزودوا عدد الطبقات، عايزينها اتخن، دي حاجه ترجع لذوقكم. حلو قوي البتاع اللي انا معاها بقلبه ده، وطعمه يا شريف تحفه بجد. خلاص بقى اهو كده تمام جدا. هجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها او الحشوه كده، واحط جوه الجلاش كده. الله عليك، تخش الفرن تقعد قد ايه؟ هتقعد تقريبا ربع ساعه لحد بس ما تحمر العجينه بتاعت الجلاش نفسها تحمر. اوكي، رشه البابريكا كده، دي حاجه اضافيه. وعليها شبت؟ اه لا، خلي الشبت بقى لما تطلع. ما تطلع اه كده كده، احنا الطعم جوه. اوكي، بس كده. مش دي بقى رفيرو؟ دي الوصفه الثانيه. اشرحي لنا كده سفرتك كان فيها ايه النهارده لو سمحتي. النهارده عملنا ثلاث وصفات، عملنا المكرونه بصوص استخدمنا فيه الانشوجه، وعملنا سمك بانيه بالكورن فليكس، وعملنا جلاش محشي بالمأكولات البحريه وبس. كالعاده ابدعتي. ميرسي يا شريف والله. فسفرتك السفره شكلها حلو ومختلف وجديده. الحمد لله. وتنفع سفره عزومات بالنسبه لي، تبقى لطيفه جدا جدا جدا. وعلشان كده هنسمعك أغنية. يلا بينا. خلاص؟ حبيبي على نياته. ماشي. في راجل على نياته؟ بيتهيألي يعني لا. ولا البنت هي اللي تبقى على نياتها؟ يعني الطبيعي بشوف البنات هي اللي بتبقى على نياتها. يعني حبيبتي على نياتها. اه. بصي بقى، أنا هقول لك وجهة نظري. ماشي. ولا في راجل على نياته، ولا في بنت على نياتها. بس والله في بنات والله يا شريف. وفي برضه رجالة. اه طب بس قليلين قوي.
يعني لا عشان برضو خلينا كده في طيب. طيب الاثنين في الاثنين في على نياته من هنا وفي على نياته من هنا. خلاص. والاغنيه دي للاستاذه جنات مش عارف هي ليه مختفيه عنا بقى لها فتره، نحب نسمع لها ان شاء الله اغاني جديده في جميل. القريب العاجل. اهلا اهلا لاميا، ازيك يا لاميا؟ جاهزه؟ يلا نسمع الاغنيه دي من لاميا حبيبي على نياته لجنات. بعديها نروح نروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب، خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا Bye.